العيش ده هو خاص بالسمك وهو اسمه الدبداب. ده عيش صعيدي، يعني ده بيعملوه في الصعيد لما بيعملوا سمك لازم يعملوا جنبيه الدبداب ده. انا ضفت له حاجه تانية وهي الرده علشان برضو يبقى العيش كده حلو مبقاش كله دي ابيض بس، هو بيعملوه بدي ابيض بس. انا عملت له شويه رده، او تعملي شويه دقيق بلدي او تحطي دقيق اسمر اللي انت عايزاه، يعني ما فيش رده حطي دقيق اسمر، عايز تعمليه بدي ابيض بس ده هم بيعملوه موافقين. ده عباره عن ايه؟ سهل جدا 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 وما بياخدش معانا وقت. يعني عباره عن دقيق ابيض او بلدي او اي دقيق وعليه شويه رده ده اللي هنعمله مع بعض. عليهم رشه سكر، معلقه سكر كده، ورشه ملح، وحوالي ربع كوبايه من الزيت. تمام؟ في ناس بيحطوا زيت وفي ناس لا، انا جربت الاثنين ولكن انا عجبني اكتر الايه؟ اللي بالزيت. وعجنه سهل جدا. بص بقى، انا حطيت هنا حوالي 3 كوبايات من الدقيق على حوالي كوبايه من الرده، معلقه من السكر، رشه ملح، وهنحط عليهم ربع كوبايه من الزيت. بص كده بزود بقى ميه، يبقى انا هنا حطيت ايه؟ مفيش خميره، مفيش بيكنج باودر، لا هو فيه الايه؟ الدقيق الابيض والدقيق الاسمر او الرده حسب ما انتوا موجود عندكم، ومعلقه السكر ورشه الملح وربع كوبايه الزيت وميه للعجنه. وبصوا ببدا ازود شويه شويه. تمام، ادي كده انا سخن الطاسه، بسم الله عليها ولا لا، اهو عادي زي ما بعمل اي عيش. بسم الله، ابدا افرد الدبداب بتاعي اللي بالرده او اللي بالدقيق الاسمر، ما فيهوش خميره، فعشان كده لازم نعمل ايه؟ خلي بالكو لازم يبقى رقيق. حاضر، ماشي، افردها قوي، افردها ايه؟ قوي. ولو حسيتي ان هو مضايقك بتعملي ايه؟ بفرد كده واخد اللي بعده. يعني ما تتعبيش نفسك وتقعدي تضغطي على واحد بس وتفضلي بقى ايه رايحه جايه معاها، هيضيع وقتك جدا. لا، ودلوقتي بعمل ايه؟ بفرد الدبداب بتاعنا او عيش السمك اللي عملناه من ايه؟ من 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه من الرده، ربع كوبايه من الزيت، رشه ملح ورشه سكر، وعجننا بميه. تمام؟ طيب نفردها حلو قوي كده، ما فيهاش خميره، ما فيهاش اي ماده رافعه الدبداب بتاعنا، اصل انا عايزاه يبقى ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص رفيعه كده، ابدا ان انا اسويه. بص بقى ايه العيش اللي بدون خميره، عيش الدبداب اللي انا عاملاه ده اهو، شايفين ما شاء الله. مش دايما طبعا بينفخ كده، يعني هو ايه؟ هو ورزقه يعني.